هنعمل بقى الفطاير اللذيذه اللي انتوا شايفينها دي بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهتطلع بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، وعجينه طريه جدا وتنفع طبعا للمدارس بقى او فطار او عشاء، بجد جميله جدا وسهله وسريعه ومش هتاخد مننا وقت خالص، وبتطلع طعمها تحفه. يلا بينا بقى على الطريقه. اول حاجه بقى معايا نص كيلو من الدقيق ونخلاه كويس جدا، وهنزل بقى عليه بمعلقه صغيره من السكر، وهنزل كمان بكيس من الخميره. اقلبهم بقى كويس جدا، يعني كده الدقيق والسكر والخميره يتقلبوا كده مع بعض كويس جدا. معايا كمان هنا معلقه كبيره من الزبادي، الزبادي بقى هنا بيخلي العجينه معاكي ريحتها حلوه جدا وطريه في نفس الوقت، بيخليها طعمها تحفه. هضيف بقى ربع كوبايه من الزيت، يعني مفيش اسهل من كده، مقادير بسيطه وسهله جدا. معايا بقى هنا المج مليان نص ميه ونص لبن، عايزه ميه بس تمام، عايزه لبن بس مفيش اي مشكله خالص، بس انا حطيت الاثنين على بعض كده ودفتهم بس على النار يبقوا دافيين بس معاكي. انزل بقى باللبن والميه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. في المرحلة دي بقى اعجني بايدك او بالمضرب الكهربائي، مفيش اي مشكلة خالص. نعجن بقى كده كويس جدا. العجينة بعد بقى ما لمت معايا خالص، شايفين بقى بقت عاملة ازاي؟ بقت طرية جدا معايا كده وريحتها خطيرة. هبدأ بقى كده لمها بايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هي كده تبقى معاكي بتلزق حاجة بسيطة بس، عشان خاطر تبقى طعمها معاكي حلو في الاخر. اهم حاجة كده تضغطي كده عليها تطلع معاكي ايدك نظيفة منها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هلم بقى العجينة بتاعتنا اللذيذة ديت وهحطها بقى كده هنا تخمر، وطبعا اغطيها بقى بالاسترتش او باي فوطة كده طبعا مخصصة للمطبخ عندك، وهحط بقى العجينة بتاعتنا الجميلة ديت في مكان دافي لمدة ساعة بالظبط. معايا بقى هنا للحشو عندي هنا زعتر وعندي كمان سمسم وعليه زيت زيتون. عايزه اقول لكم بقى الخلطه دي بتبقى طعمها جميله جدا بصراحه، بتبقى تحفه كده وطعمها لذيذ. طبعا انت احشيها باللي انت حباه، يعني اللي يريحك. وعندي بقى هنا جبن، يعني اي نوع جبن كده عندك، جبنه بقى رومي شيدر، عايزه تحشيها لانشون مفيش اي مشكله خالص، اي جبن كده عندك. وكمان هحشيها شوكولاته. فين بقى ما شاء الله العجينه معانا خمرت وبقت حلوه جدا، هبتدي كده بقى اعمل فيها بوكس حلو كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنهبطها بقى وهلمها، هبتدي بقى اخد منها كوره كده، يعني كده زي ما تحبي بقى، عايزاها كبيره صغيره براحتك خالص. هبدا كده اكورها معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، ومجهزه بقى انا عندي هنا ورق زبده او اي حاجه احطي عليها، يعني مفيش اي مشكله خالص، بس يعني اهم حاجه خليهم كده قد بعض. لو تلاحظي هنا معايا العجينه بتلزق، شايفين كده تبقى معاكي كده بتلزق، هتلاقيها طعمها حلو جدا، هتلاقيها جايه طريه كده معاكي وانت بتاكليها بتبقى جميله. هبدا بقى كده اكورهم كلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هبتدي بقى اجيب طبق وفي كده نقطتين زيت معايا، وهبدا كده بلي ايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واخد اول واحده بقى بدات فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهضغط بقى عليها كويس جدا، اقطعها بقى كده كويس جدا زي قرصه كده، وهبتدي بقى احط الحشو بالشكل اللي انت شايفاه دوت. يعني بصراحه عايزه اقول لك كده الزعتر ده مع زيت الزيتون مع السمسم بيبقى طعمه حلو جدا جدا خطير. وهتحطيه كده على جنب واحد بس، هبتدي بقى اقفل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهبتدي بقى بالشوكه كده من على الحرف كده عشان تدينا بس شكل حلو وفي نفس الوقت تتقفل معانا. شايفين بقى الجمال تبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هعمل بقى بقيه الكميه معايا بالشكل ده. شايفين بقى ما شاء الله نص كيلو عملي كميه قد ايه. ولعت بقى النار، وطبعا تبقى نار متوسطه، ما تبقاش عاليه قوي معاكي عشان بس ما تتحرقش معاكي، لا تبقى هاديه كده معاكي عشان يستوي من تحت كويس، وبعد كده هنقلبه على الناحيه الثانيه. شايفين بقى ما شاء الله العجينه اتنفخت معايا جدا، هبتدي بقى كده اقلبها على الناحيه الثانيه اهو. شايفين بقى استوت وبقت جميله جدا من تحت، طبعا نسويها كده بقى من الناحيه الثانيه. شايفين بقى الجمال ما شاء الله من نص كيلو دقيق عملنا الكميه قد ايه، بجد طريقه سهله وبسيطه جدا، وعملناها من غير فرن، يعني عملناها كده فوق البوتاجاز، بجد سهله وسريعه ما خدتش مننا وقت خالص، وتنفع طبعا بقى للمدارس وفطار او عشاء، جميله جدا وحلوه وسهله وسريعه ما خدتش مننا وقت خالص. وطالعه بقى العجينه بتاعتها شايفين بقى طريه جدا ازاي، حلوه جدا وطعمها جميل. ان شاء الله بقى تجربيها وتعجبك جدا، واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد بإذن